دقات ساعة التاريخ أصبحت قاهرة المعز مدينة الألف ميدانة وأكثر. تطورت عمارة المواقع بتنافس السلاطين والحكام على إنشاء المساجد والمدارس والقصور، فأبدعوا وجلبوا خيرة العمال والبنائين عشان يبنوا صروحاً لا تزال قائمة إلى الآن، صفحات مشرقة في تاريخ أرض الكنانة. هو أول المساجد بعهد المماليك، معمار فريد وزخارف نادرة، يعتبر أحد أفضل المزارات السياحية عالمياً. اتبنى عشان يكون مدرسة لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة، وأوصى منشؤه أن يدفن بمدرسته بين العلماء والصالحين. نحن الآن أمام محراب مدرسة ومسجد الظاهر برقوق صاحب المدرسة الظاهرية السهم القوي النافع. مسجد السلطان برقوق يعتبر أول مسجد بني في عهد مؤسس دولة المماليك الثانية السلطان الظاهر أبو سعيد برقوق من المماليك الجراقسة. تعرف المجموعة باسم المدرسة الظاهرية، وكان البدء في إنشائها في سنة 786 هجرية 1384 ميلاديا، وافتتحت في سنة 788 هجرية 1386 ميلاديا. وتتوسط هذه المدرسة أحد أكبر مجموعات التراث المعماري في العالم. هذه المجموعة الحضارية الفنية الرائعة بل الأكثر من رائعة أنشأها السلطان الظاهر برقوق سنة 786 هجرية، وتم افتتاح هذه المجموعة بعد سنتين كاملتين من أعمال البناء. السلطان الظاهر برقوق ابن أنس ابن عبد الله الجركسي هو السلطان المملوك 25، وهو أول ملوك المماليك الجراقسة. كان اسمه طنبغاه، اشتراه الأمير يلبغى من الخواجة عثمان تاجر الرقيق، وأطلق عليه اسم برقوق. إذن هو من طبقة المماليك الجراكسة. كلمة جركسي بتديني انطباع عن الجراكسة إن هم كان وشهم أبيض مشوب بحمرة، ولذلك هناخد من اسم برقوق إنه كان وجهه أبيض مشوب بحمرة كحمرة ثمرة فاكهة البرقوق، ولذلك السلطان الظاهر برقوق كان اسمه في بلده قبل أن يصبح مملوكاً كان اسمه طنبغاه، اشتراه تاجر يسمى الخواجة عثمان وسماه برقوق لحمرة وجهه، لأن كان وجهه أبيض مشوب بحمرة شأن الجراكسة عامة. كمان كلمة برقوق بتعني باللغة التركية في ذلك العصر السهم النافذ، ودي دلالة على إن السلطان برقوق كان له شخصية تؤهله لأن يرتقي من أمير 10 إلى أمير 40 إلى أمير 100 ثم مقدم 1000 ثم يصبح بعد ذلك أتابك للعسكر، أتابك يعني مربي العساكر مربي العسكر، ثم يصبح بعد ذلك سلطان لدولة المماليك الجراكسة. التحق بخدمة نائب الشام، ثم أصبح من مماليك السلطان الأشرف شعبان بن حسين من عام 1363 ميلادياً وحتى عام 1376 ميلادياً، وقربه السلطان ورقاه إلى أمير 40 ثم مقدم 1000 ثم رقي إلى أتابك للعساكر في أيام السلطان المنصور علي بن شعبان من عام 1376 ميلادياً حتى عام 1381 ميلادياً. هو كان مملوك لنائب السلطنة في الشام، ثم اشتراه سلطان مصر وأصبح خاضعاً للسلطان، يعني أصبح مملوك من رجال أو من أكبر رجالات السلطان. بعض المماليك عندهم مواهب معينة، هذه المواهب الخاصة بترتقي بالمملوك، يعني مثلاً كان أمير 10 ثم أمير 40 ثم تدرج في السلطنة إلى أن أصبح هو نفسه سلطان مصر.
انفرد برقوق بتدبير أمور السلطنة، ثم اعتلى العرش في رمضان 784 هجرية الموافق 1382 ميلادياً، وعزل عن السلطنة سنة 1389 ميلادياً، ثم عين سلطاناً مرة أخرى سنة 1390 ميلادياً، وظل سلطاناً إلى وفاته في شوال عام 801 هجرية الموافق 1399 ميلادياً، ودفن في صحراء المماليك. هذا الرجل تولى سنة 784 وتوفي سنة 801، يعني عصر السلطنة بتاعته حوالي 16 سنة، لكن إحنا نلاحظ أنه تولى السلطنة مرتين، 7 سنين في الأول، ثم خلع لمدة عدة شهور يقترب من سنة، ثم أعيد تعيينه سلطان مرة ثانية إلى أن توفي سنة 801 هجرية. من المساجد التاريخية العريقة اللي بتعد تحفة معمارية يصعب تكرارها، وبتعكس المجموعة الإنشائية للظاهر برقوق أجمل الزخارف الهندسية الخشبية والمعدنية والزجاجية الملونة بالفن المملوكي. جاءت فكرة بناء المسجد ليكون مدرسة لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة وعلوم التفسير والحديث والقراءات، وألحقت به قبة ضريحية وخنقال الصوفية، وكان في موضعها مبنى سكني يسمى خان الزكاة، وأشرف على البناء الأمير جركس الخليلي أمير أخور. هذا المكان الأثري العظيم الذي بني أساساً كمسجد ومدرسة، ويضم أيضاً سبيلين، ويضم أيضاً أموراً خيرية كثيرة. لم يبنى هذا المكان في الأصل ليكون مسجداً فقط، وإنما بني ليكون مدرسة تدرس المذاهب الفقهية الأربعة: المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. تعد المنشأة تحفة معمارية رائعة بكل ما فيها من عناصر معمارية وزخارف، فهي تتكون من صحن مكشوف وأربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة الذي يضم محراب رخامي ومنبر خشبي ودكة المبلغ. يتكون هذا المسجد من أربعة إيوانات منفتحة على شرفات المسجد، أعلاها وأكبرها وأوسعها الإيوان الذي يضم المحراب ويضم المنبر وبه مكان المصحف، وهذا المكان به تحف معمارية كثيرة ورسوم هندسية متنوعة، ويدل على كم الحضارة والأصالة. الميدانة في أقصى الجانب الشرقي من الواجهة الرئيسية، وتتكون من قاعدة مربعة الأركان تعلوها دورتان، وتتوجها شرفات محمولة على 8 أعمدة رخامية. كما يتميز هذا المسجد العريق بمئذنة عالية طولها يبلغ حوالي 30 متراً، وهي مكونة من دورين وتتخللها شرفات، وبها أيضاً بعض النقوش المملوكية، النقوش التي تبين الحضارة، وبها كثير من الألوان المتداخلة المتناسقة. يضم المسجد قبة ضريحية تعلو غرفتي دفن، الأولى دفن بها جثماني سلطان برقوق وولده سلطان الناصر فرج بن برقوق، بينما تضم غرفة الدفن الأخرى رفات لثلاث نساء من أسرة الظاهر برقوق. هذا المسجد العظيم يضم أيضاً قبة ضريحية، هذه القبة بها ضريحان، ضريح الملك برقوق نفسه وولده، وضريح بعض الضريح الآخر لبعض نساء الملك، يعني زوجته وبعض بناته.
توفر في المسجد أغراض دينية وخيرية لم تتوفر في أي مبنى أثري آخر، فقد اشتمل فضلاً عن كونه خانقاة للصوفية على مسجد فسيح ومدرسة لتعليم المذاهب الفقهية الأربعة وسبيلين وكتبين لتعليم القرآن الكريم. يعد بحق أثراً فنياً علمياً رائعاً راقياً يجسد الحضارة المصرية القديمة في أعلى معانيها وفي أعظم ألوانها، وشاهد على مدى رقي وتقدم هؤلاء في ذلك الوقت. في عصرنا الحالي بيأتي جامع ومدرسة الظاهر بركوك كأحد المزارات العالمية اللي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في موقعها الرسمي، كمان اختارته جريدة الجارديان في ملحق السياحة والسفر كأفضل 10 زيارات افتراضية حول العالم لأروع الأبنية واللي منها المجموعة البرقوقية.